FM. الكلمة ليك. لكن اليوم علاش نحن بعد 5 أشهر مشينا إلى التحركات الاحتجاجية؟ وللعلم سي برهان التحركات الاحتجاجية انطلقت اليوم من ولاية جندوبة، لأن نحن وقع الاتفاق على تنظيم أيام غضب جهوية بكل ولايات الجمهورية من 22 من اليوم إلى حدود 6 مارس، مقاطعة الأسواق 4-5-6 مارس، ويوم الغضب الوطني 8 مارس. 60% من المنتوجات الفلاحية لن تدخل إلى الأسواق. 60% من المنتوجات الفلاحية لا تدخل الأسواق الجملة. خاطر مسألة مهمة للغاية راح نسألك. الفلاح لشكون يساعدوا يبيع أكثر؟ هذه مسألة التوزيع بالضبط. الفلاح بحكم الغلاء في المستلزمات وارتفاع سعر التكلفة وهامش الربح متاعه في بعض القطاعات ما يوصلش 5%. الكلمة ليك.